تدشين لثلاث سيارات من شانجان. أن نتشارك سويا في الكشف عن التحديث لطرازنا CS35+ والذي يدخل عليه الكثير من التحسينات في المظهر الخارجي وفي المظهر الداخلي. هذا الكشف عن CS35+ بالشكل الجديد أو بالتحديثات الجديدة. نعرض منها طرازين. طبعا هذه السيارة الجديدة من شانجان راح تدشن اليوم. شانجان يونيتي الجديدة. هذا الشكل الجديد لشانجان يونيتي. ما شاء الله تبارك الله. هذه السيارة الثانية من شانجان يوني كي. هذه جميلة مرة جميلة. صراحة شكل خرافي. شوف الوجهية مع الجنوط جدا جميلة. هذه بتكسر السوق. شوفوا الدفيوزر كيف مع الشكامين. شيء جدا خرافي. شوفوا الجمال. جمال غير طبيعي. شوفوا الداخلية كيف جاية. داخلية فخمة. المراتب. دايموند سيت. طبعا سقف بانوراما كامل. لكن شوفوا هنا السماعات جاية سوني على المراتب. فيها إضاءة داخلية برضو. شوفوا الإضاءة الداخلية كيف جاية. والسلام عليكم ورحمة. هذا شكل المراتب الأمامية. الشاشة اللي بالنص. الشاشة الخاصة للطبلون. الدركسون جاي كأنه شكل الطيارة. حتى الجير. الأشياء هذه كلها جاية كأنها طيارة صدق. هذه اليونيكي. ما شاء الله تبارك الله. هذه اليونيتي. خلينا نوريكم الشكل. هذه الكفرات والجنوط. فتح الابواب بالطريقه هذه. وهذا الشكل الداخلي لليونيتي. شوفوا كيف شكل الدركسون جاي مشطوف من تحت. الشاشات الطبلون والشاشه اللي بالنص. سماعات. شكل الجير هنا شوفوا كيف متصل مع الكونسول الوسطي. مساحة تخزين موجودة هنا. التكاية اللي بالنص. وهذا شكل المراتب اللي موجودة فيها. أنا حبيت الجير. شوفوا الباب الخلفي من وين ينفتح من فوق. وهذا المراتب الخلفية. تكييف خلفي. وهذا الجناح. هذا شكل الخلفية.